المترو تحت الأرض، حوالي 10 محطات للمترو تحت الأرض في مدينة الماتا فقط. هذا المسار الأصفر خاص بفاقدين نعمة البصر، الله يعوضهم الجنة يا رب. المشكلة مو فقد البصر، المشكلة فقد البصيرة. أي والله، وصل القطار، وصل. يلا يا ابويا، حياك الله. يلا قدام، يلا يا جدعان، يلا بينا، يلا بينا يا باشا. والله المترو مليان. تواجهك مصايب يا ابوي، تواجهك مصايب يا اختي، كلنا والله تواجهنا مصاعب ومتاعب في هالحياة. من اللي في هالدنيا أصلا ما تواجهه مشاكل؟ كذاب اللي يقولك ما عندي ولا مشكلة. الآن هالدنيا دار ابتلاء وامتحان واختبار، وحنا راحلين منها، كل من عليها فان. لكن الحل موجود، الحل بسيط، الحل موجود في القرآن الكريم، الكتاب العظيم اللي نزل في يوم عظيم، في شهر عظيم، على نبي عظيم، على أمة عظيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل الحلول موجودة في القرآن. الحل موجود في القرآن الكريم يا مال الشحام، حل جذري لكل مصاعبك ومتاعبك ومشاكلك في هالدنيا. آية صريحة يقول عنها أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أخذ الناس جميعا بهذه الآية لكفتهم. اتق الله، اتق الله يا مال الشحم. تقوى الله تطلع منها بشيئين: من كل ضيق مخرج، زي مخرج الطواري، من كل مصيبة، ويرزقك الله من حيث لا تحتسب. واسمع كلام الله وش يقول.